هنطلع في تقرير، لأن احنا لينا أطفال وبنات ورد وياسمين، فكان لازم يكون ليهم ملكة جمال في 2020. هنطلع في تقرير عن ملكة جمال العام، ملكة جمال الأطفال لعام 2020، واللي فاز فيها الجميلتان بالمركز الأول سندس محمد مصطفى من مصر، وليندا موسى فيصل من المملكة العربية السعودية. هنطلع في التقرير ده، وبعد كده انتظرونا بعد التقرير مع ضيف حلقتنا دكتور عبد الرحمن إبراهيم. هنا مسابقة ملكة جمال الأطفال الرسمية، وهي مسابقة مسجلة طبقا لحقوق الملكية الفكرية برقم 1315. فازت معنا باللقب سندس محمد مصطفى حسين، أول ملكة جمال في مصر لعام 2020. أنا اسمي سندس محمد مصطفى، عندي 12 سنة، وأنا ملكة جمال مصر الأطفال. أنا بحب الفن النظيف الهادف للوعي والثقافة. ليه أنا قدمت في المسابقة؟ علشان كان نفسي أقدم في مسابقة ملكة جمال مصر للأطفال، وعلشان عندي مواهب عايزة أقدمها لمصر، وعشان أدعم بلدي في السياحة. هواياتي القراءة والكتابة والرسم والجري والتفوق في الدراسة. أنا بحب أقرأ للكاتب نجيب محفوظ، وببقى سعيدة جداً وأنا بقرأ كتابه. ناوي أعمل إيه في المستقبل؟ أشجع بلدي وأرفع علم مصر وأطلع دكتورة أسنان. وفازت معنا أيضاً عن المملكة العربية السعودية ليندا موسى فيصل، سارة جمال الأطفال السعودية. ليندا موسى فيصل. ونحيط بالعلم بأن المسابقة مملوكة للإعلام محمد جمال بياض. سنجعل العالم كله ينظر إلينا في تلك المسابقة. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. كما فازت ريتاج وائل رمضان بوصيفة الملكة 2020، بينما فازت الطفلة منى وائل رمضان بوصيفة الملكة. نتمنى لهم مزيدا من النجاح ومستقبل باهر ولجميع الطفلين. وننتظر في المسابقات الجديدة ملكة جديدة وفائزات جدد. حصلت الفائزات على عقود عمل لعروض أزياء من الشركة وعمل إعلانات والظهور والترشح للمسابقة الدولية لملكة جمال الأطفال 2021، وهذا تحت شعار ملائكة الأرض في زيها الجديد، وتحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار. من الجميل والرائع أن يكون قد حداك الله بنعمة الأطفال، لكن عليكم أن تعلموا جيداً
أن الأجمل لحياتكم مع أطفالكم أن تروا في أعين هؤلاء الأطفال الفرحة والابتسامة الواضحة والتي تخرج من القلب وتبهج حياتهم إلى طريق السعادة. ترى كيف تكون ابتسامتهم؟ كيف تكون فرحتهم؟ وهل سيكون الأب والأم فرحين بسعادة أبنائهم؟ إليكم برنامج ملكة جمال الأطفال الرسمية 2021. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، وطبعا بنحب نشكر كل القائمين على المسابقة. ودلوقتي معانا فقرتنا الدكتور عبد الرحمن إبراهيم، أخصائي